مواليد 1992، حاصل على شهادة الدبلوم أجزاء التقنيات المالية معهد تقنيات معهد التقنية النوع. بديت مزوري من عام 2018 عبر صفحة مكتبة إقرأ لكي تلتقي إلى الإلكترونية. وهذه مطالعة القدم أفادتني أن أبدي مشروع يعني بشكل كامل وبرغم مني يعني. وبديت أول بزاراتي في رصيف القدم وبزارات متنوعة في الموصل والأقبيل والنواحي. كل صعوبات كثيرة نزلت بزارات تنقل من أنا والدي يجيبني والدي يوديني فصعوبات كثيرة عليت أرمى وبرد الأرمى أنا قادر بالأزل أرمى ما قصدي يعني ما قصدي صعب اللي يريد يزل. مصطفى إسماعيل من ذوي الهمم ويعني من الطفولة كان عنده فد أصرار على أشياء اللي يريد هو يسويها، ففعلا كمل دخلناه مدرسة وكمل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ودخل الجامعة التقنية الشمالية قبل ما يدخل داعش بسنة. كمل السنة الأولى بدأ يمتحنون دخلوا داعش. طول فترة داعش هو كان يألف يعني شعر أو قصص أو يعني نتيجة ظروفه أنه قاعد بالبيت وما يتحرك، فهذا الإلهام جاله من وقت داعش. بس كشيء فعلي يعني من وراء داعش بدأ طموحه يصير أنه يبيع الكتب عن طريق الإنترنت، فسوى له موقع بالفيسبوك والإنستغرام وبدأ يسوق كتب ويقرأ كتب. حلمه انه يكون له مكتبه خاصه به فعلا. فاكو دعم حصلته وانشات له هاي المكتبه اللي مثل ما نقول على قد الحال مالته. فهو كان يلح ويصر على انه بشارع النجفي لاحياء تراث شارع النجفي. شارع النجفي بالنسبه للموصل هو المركز الثقافي الاساسي بالموصل. مثل ما بغداد شارع المتنبي. والله فخور بابني يعني الى ابعد حد انه رغم هذا عوقه ورغم هذا وضعه لكن باصراره، واهم شيء اصراره، باصراره انه نجح وحقق الهدف مالته.